احنا كجمعيات، جمعيه المراه والمواطنه، جمعيه اصوات نساء، نساء ديمقراطيات، والجمعيات اللي في الديناميكيه النسويه التونسيه، معناها تابعنا المسار كامل في الابتدائي وفي الاستئناف، وفرحانين بال معناها بالبين باربعين سنة اللي خذيهم. فما ظاهرة اسمها تقتيل النساء، فما نسيسيتي أنو النساء تتحمي، راجل رفقة كان ينجم يتنحالو سلاحو، معناها خاطر هو قتلها بفرق عليها لو شارجور نتاعو خمسة كراتش. دونك بالنسبة لنا سي ساتيسفيزون. ما بيني على جمعية المرأة والمواطنة بالكيف، غيري لي جيت باش تقدم تقرير 2023 اللي قامت به جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكيف، بعد رصد جرائم تقتيل النساء في تونس، اللي هي تبين اللي على الأقل في 2023 فما 25 جريمة تقتيل النساء رصدناهم على شبكة التواصل الاجتماعي، على الميديا معناها كيف كنتم، واللي هو رقم يخوف، على خاطر أكيد احنا متأكدين فماش أرقام رسمية، لكن هذا اللي لقيناه، واللي هو مقارنة 2018 حسب معطيات وزارة المرأة، اللي تقول اللي في 2018 فما 6 جرائم برك. دونك هذا سابوز كيستيون، يعني عندنا قانون 58 منذ 2018 بدا تنفيذه، 2023 عندنا 25 جريمة قتل النساء. معناها هوني يلزمنا نتسائلوا، يلزمنا نتسائلوا شنو باش نعملوا، معناها باش النساء التونسيات تتحمي. يمكن من أكثر الإشكاليات ولا لي زوبستاكل اللي يخليو المرأة في أغلب الأحيان ترجع توخر هو المسار القضائي، سواء في شكاية في العنف عادية، ولا في مطلب حماية، ولا في المعاملة في المحاكم، طول الإجراءات التكلفة متاعو. لو أنه القانون 58 جاب إمكانية بحق الضحية في الإعانة العدلية، لكن اللي قاعدين نراو فيه هو لأنه ماهوش مطبق بصفة آلية الحق في الإعانة العدلية.